إذا الآن جميع المشاركين داخل البوابات وعلى أتم الاستعداد لانطلاقات السباق. سي بارتي بور لا سيزيام كور. سي تلقى جائزة باب مراكش اللي كتخص خيول الجنسية العربية فئة 25% 4 سنوات فما فوق السباق من صنف بي المسافة 1900 متر. الانطلاقة قوية للفرنسي رقم 1 كاميل عجب قادر القندوسي أو الله القندوسي عفوا في الصف الأول منذ البداية رقم 12 فاجر ياس دوزيام بلاس. الصف الثالث سعود نجاس ديال الفرنسي رقم 5 أمين رطام مع راكب أحمد دجل في الصف الرابع كتبوا من الجهة الخارجية سعود نجاس ديال فرنسا رقم 13 تفسو تزمور مع المهدي أبي منيف في الصف الخامس طاميف نيميرو 10 مع راكب عثمان لكجل. أول منعطف في هذه المسابقة كاميلاج في الصف الأول رقم 5 أميرة طام في الصف الثاني وفي الصف الثالث رقم 12 فاجر ياس في الكاتخيام بلاس رقم 10 طاميف وفي الصف الخامس رقم 13 تفسو تزمور المهدي أبي منيف في الصف السادس رقم 6 ديمو راسك. الآن باقي رقم 1 في الصف الأول لكن صراع قوي على الصف الأول بين كل من رقم 1 كاميلاج ورقم 5 أميرة طام في الثوازيام بلاس رقم 12 فاجر ياس. الان في صراع قوي من رقم 10 طاميف وفي الصف الخامس اذا كنتابعوك اذا رقم 6 ديمو راس الان خالد بالي باقي بعيد على اصحاب المقدمه رقم 1 كاميلاج ورقم 5 اميره طام. باقي تنافس قوي على الصف الاول بين نيميرو ال نيميرو 5 بين رقم 12 فاجر ياس الصف الثاني الثالث عفوا في الكاتريا بلاس رقم 10 طاميف وفي الصف الخامس اذا كنتابع رقم 2 فونجر دو غرين عبد الرضا فاني كيتجاوز ديمو راس كينطلق بقوه رقم 6 الان في الصف السادس وفي الصف السابع كاتس بي رقم 3 مع راكب عبد الرحيم فضول. اذا باقي كاميلاج في الصف الاول لكن ضغط قوي ديال كل من رقم 5 اميره طام ورقم 12 فاجر ياس وكذلك رقم 10 طاميف اللي كيجي في الكاتريام بلاس وفي الصف الخامس اذا كتبوا رقم 6 ديمو راس اللي كيسترجع الصف الخامس من فونجا دو كيرو كتلقى بقوه. اذا واحد في الصف الاول الان صراع بين الصف على الصف الثاني بين كل من رقم 5 اميره طام رقم 12 فاجر ياس ورقم 10 طاميف. اذا الان صراع قوي على الصف الاول بين رقم 1 كاميلاج ورقم 5 اميره طام صراع قوي على الفصل الثنائي والمستقيم في هذا السباق. صراع على الصف الاول بين رقم 1 كاميلاج ورقم 5 اميره طام ورقم 12 كذلك فاجر ياس كيجي الان يا الصراع كذلك رقم 11 بيجي كتلقى بقوه. اذا بيجي كتفاجئ الجميع وكتطرق في الصف الاول. اذا الان بقى صراع بين 11 فيجيا ورقم 1 كاميلاج صراع قوي على الصف الاول بين 11 ورقم 1 الفوز ربما رقم 1 كاميلاج واحد الصف الاول 11 الصف الثاني الصف الثالث في الصف الرابع رقم 10. اذا في الصف الخامس كان صراع قوي بين كاميلاج وبين بيجيا رقم 11 لكن الفوز فهو للحصان ديال السيد محمد القندوسي اللي كيفوز في هذا السباق. الركي عبد الله القندوسي اللي كان محظوظ شيئا ما بحدوده في الصف الاول فهو كان ضغط قوي جدا من الفرنسي رقم 11 بيجيا انطلقت بقوه في الامتار الاخيره.